يقول سماحة الشيخ، هل من نصيحة لنا في نهاية هذه الإجازة حتى نتواصل مع الطاعة، وكيف يمكن تقوية الإيمان؟ الطاعة ما هي في وقت العطلة فقط، الطاعة دائما وابدا ما دام المسلم على قيد الحياة إنه يواصل الطاعة والعمل الصالح. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.